السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا، ويمكن دي من احسن الوصفات ان شاء الله اللي احنا هنقدمها لكم في رمضان. الناس اللي هي عندها الوزن بتاعها ثابت وما بينزلش، الناس اللي هي برضو عندها معدل الوزن يعني عالي جدا، ولو انت عندك مثلا غده لا قدر الله وجسمك ما بيحرقش، كل المشاكل دي ان شاء الله هنقدر ان احنا نعالجها من خلال الوصفات اللي احنا هنقدمها لكم خلال شهر رمضان باذن الله. والميزه الاحسن كمان في الوصفات ان شاء الله اللي احنا هنقدمها دي، ده باذن الله هتنزل معاكي وزن كويس جدا وهتنزل معاكي الدهون. طبعا في ناس كتير بتشتكي، انا عندي وزن زايد، انا عندي كرش، انا عندي جوانب، عندي ارداف، كل المشاكل ديت انا عارفه يا جماعه ان هي دي كفيله الوحيده ان هي يعني بتضايق اي بنت، بتضايق اي ست. وخلي بالكم كمان، خلاف ان هي بتضايق، ده ممكن بتسبب لاسباب مرضيه كتير جدا. السمنه يا جماعه المفرطه ديت دي لها اضرار خطيره جدا، فعلشان كده ان شاء الله هنعمل وصفات كويسه جدا هتنزل معاك الدهون من غير ما تتعبي وتعملي دايت وتعملي رجيم وتعملي رياضه. كل الكلام ده باذن الله من خلال الوصفه دي هتنزل معاكي كل الدهون وكل المشاكل اللي انت بتعاني منها. طبعا مش هقول لك احرمي نفسك من حاجه، لا، هتاكلي كل حاجه وباذن الله يعني خلال الوصفه دي هتنزل معاكي كتل دهون كده. خلاف كده وكده كمان ان هي هتسد معاكي الشهية، يعني انت تقدر تاكلي كل حاجه من غير ما تحرمي نفسك من اي حاجه، هتسد معاكي الشهية لوحدك كده. مش هنقول مثلا يعني لا كل الكميات قليله وقومي بدري من على الاكل وحرمي نفسك كل الحاجات دي، لا، انت شهيتك هتتقفل لوحدها او هتقلل كميه الاكل لوحدها، تمام؟ طب بسم الله ونحط لايك للفيديو، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، وتشجعوني يا جماعه بلايكات كتير وتعليقات كتير علشان ان شاء الله نقدر ان احنا كل يوم ننزل لكم وصفه من شكل. الناس اللي هي تقول طب كل يوم هتنزلي وصفه، طب احنا هنعمل وصفه ايه ولا ايه؟ هقول لك اعملي الوصفه 10 ايام بس علشان جسمك ما يثبتش على وصفه واحده، وبعد كده ارجعي غيري الوصفه ثانيه. الناس اللي عايزه تمشي صح يا جماعه ما تثبتش نفسها علشان وزنها ما يثبتش على وصفه واحده بس، لا، حاولي ان انت تجددي في الوصفات علشان جسمك ما يثبتش على وصفه واحده، وبالتالي مش هيحرم معاكي ولا هيعمل معاكي اي نتيجه، تمام؟ طب بسم الله، واللي ما حطش لايك يحط لايك، ويلا يا جماعه نشوف الوصفه مع بعض. اول حاجه كده يا بنات هنجيب اي كسرولة او اي حاجه ان احنا ان شاء الله هنغلي فيها الوصفه بتاعتنا. طيب اول حاجه في الوصفه بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن القرفه او الدرسين زي ما انت شايفين. عندك قرفه ناعمه ممكن ان انت تستعملها عادي، بس الافضل يكون في الوصفه بتاعت ديت النهارده القرفه الخشب او الدرسين زي ما احنا بنقول، تمام؟ هنعمل قد ايه؟ هنعمل 3 كوبايات. 3 كوبايات دولت احنا مش هناخدهم طبعا مره واحده، لا، هقول لك تستخدموهم امتى بس لما نكمل بقيه الفيديو. تاني مكون معايا يا جماعه اللي هو المسمار او القرنفل، تمام؟ خلاف كده وكده كمان بقى انا معرفش له اسماء تانية ولا لا، انتوا ممكن تكتبوا لي في التعليقات لو اي حد مثلا عارف له اسم تاني ممكن هو يكتب معايا. كده حوالي 10 يعني 10 كده ايه حبيات من القرنفل او المسمار. بجد يا جماعه مش عايزه اقول لكم بقى ان هو له يعني سحر رهيب في نزول الوزن او الدهون بمعنى اصح، تمام؟ ده كده معايا تاني مكون. طيب تالت مكون اللي هو ايه؟ الليمون. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الليمون بتاعي هنقطعه طبعا يعني ايه القطع الصغيره كده اهوت. انا طبعا يا جماعه هحطه بقشره بحاله، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان القشر له فوائد كويسه جدا، ده يمكن فوائده احسن كمان من الميه بتاعت الليمون ذات نفسها. اللي انتم ما تعرفوش بقى ان القشر ده يا جماعه ده له فوائد كويسه جدا، ده اصلا يعني هو بيشتغل على الدهون العنيده كمان. القشر لوحده بينزل معاكي كتل دهون وبينزل معاكي كل السموم اللي في الجسم بينزل اهو زي ما انتم شايفين كده. ده بالنسبه للناس اللي هي عندها الدهون العنيده اللي في منطقه البطن اللي ما بتنزلش بسهوله. هنعمل ايه بعد كده؟ هننزل عليهم بالميه المغليه زي ما انتم شايفين كده. ده كده يا جماعه 3 كوبايات اهوت، هناخدهم بقى دلوقتي هنغليهم على النار، هنزود كمان شويه كده اهو. يبقى كده يا جماعه الوصفه بتاعتي جهزت معايا ايه؟ زي ما انتم شايفين القرفه الخشب او الدرسين والقرنفل والليمون المقطع. بعد كده هنعمل ايه؟ هنغطي بس كويس جدا علشان اي عشبه احنا بنعملها عايزين نغطيها علشان نحتفظ بالزيوت الطياره بتاعتها، تمام؟ هنغطي عليها دلوقتي وهنغليها كده حوالي 10 دقائق على نار هاديه خالص، ونرجع لكم تاني. ده كده يا جماعه الوصفه اهيت،
بعد ما غليت كده معايا، ممكن كمان ان انت تسيبيها تغلي اكتر من كده، بس هي كده ما شاء الله كويسه جدا. احنا هنسيبها كده حوالي 10 دقائق زي ما قلت لكم، واهم حاجه ان انت ضغطت عليها علشان البخار اللي انت شايفينه ده هو عايز استفاد منه. بس انا دلوقتي علشان اشرح لكم الوصفه انا كده كاشفه عليه. هنعمل ايه؟ اول حاجه بقى هنعملها خالص، انا معايا خل التفاح ده كده يا جماعه، معايا خل التفاح، هناخد بس واحده معلقه واحده بس منه على كوبايه ميه، وهنقول لكم برده هتعملوها ازاي. ده طبعا الكوبايه اللي احنا ان شاء الله هنحضرها هناخدها على الفطار. ده كده معلقه خل تفاح، وهننزل عليهم بالميه الدافيه زي ما انتم شايفين كده. اهي زي ما انتم شايفين، حاجه سهله وبسيطه جدا، ما كلفتنيش اي حاجه، كوبايه ميه دافيه وعليها معلقه خل تفاح. طيب دي هتتاخد امتى؟ ده ان شاء الله يا جماعه، ده ان شاء الله اللي هنفطر عليه، يعني قبل ما نشرب بقى لا تمر ولا نشرب اي حاجه، هنفطر على كوبايه ميه زي ديت، ميه دافيه خالص بمعلقه الخل. خلاص كده يا جماعه، يبقى انا قبل ما افطر على الريق خالص هشرب كوبايه زي ديت، وبعدها ب5 دقايق كده هنفطر يعني على التمر بتاعنا، على بلح، على اي حاجه زي ما انت حابه كده. بس اهم حاجه يا جماعه نقلل على قد ما نقدر، نقلل في السكريات بالذات في شهر رمضان، علشان تقدري تطلعي بنتيجه كويسه وبنتيجه ممتازه. حاولي ان انت السكريات بالذات قللي منها على قد ما تقدري تقللي، قللي اي حاجه تانية ممكن ان انت تاكلي عادي. تمام، يبقى دي الكوبايه ان شاء الله اللي احنا هناخدها على الفطار، مش هتقدري تشربيها، بس هي كوبايه كويسه جدا يا جماعه، لا فيها مزازه ولا فيها اي حاجه، هتقدري ان انت تشربي، والميه الدافيه دي كويسه جدا. طب ممكن نستبدل، الناس اللي هي بتتحسس من خل التفاح او مش عايزه خل التفاح، ممكن تستبدلها بعصره ليمون، هتبقى ممتازه جدا وكويسه جدا. تمام، طيب هناخد الوصفه اللي احنا عملناها التانيه دي امتى؟ اهي ده الوصفه بقى اللي احنا عملناها التانيه، ده ان شاء الله هقول لكم هناخدها امتى. اهي هنصفيها كده اهوت، ده انا عامله 3 كوبايات. الكميه الباقيه ان شاء الله هصفيها واخليها تبرد خالص، وبعد كده هحطها في الثلاجه. عندي ما اجي استعملها هدفيها شويه برده زي ما انت بتشرب الشاي كده، هدفيها يعني ايه، الناس اللي هي بتقدر تشربها كده يعني لما تكون دافيه، بتحب تشرب الشاي سخن او بارد او كده، حاولي ان انت تشربها دافيه زي الشاي بالظبط. هندفيها كده ونطلعها من الثلاجه، ندفيها وهنشربها عادي. طب هناخدها امتى؟ ان شاء الله قبل وجبه السحور بنص ساعه هنشرب كوبايه زي دي، هتبقى كويسه جدا. طيب ده اول كوبايه، اما الكوبايتين اللي هيتبقوا بقى مني ان شاء الله هحطهم في الثلاجه، هبردهم الاول واحطهم في الثلاجه. اهم حاجه يتحطوا في وعاء يكون ازاز، او ازازه يكون عندك ازاز، تمام، محدش يقول لا بلاستيك ولا اي حاجه، لا اهم حاجه يا جماعه تحط في حاجه ازاز وتغطى عليها كويس جدا. عند ما تيجي تشربيها هتطلعيها من الثلاجه وهتدفيها، وهتبقى كويسه جدا، هتشربها قبل وجبه السحور زي ما قلت لكم بنص ساعه، ودي هتبقى كويسه جدا. طيب الناس اللي هتقول طيب انا مثلا لو خسيت هيبقى عندي ترهلات في البطن او في الجوانب او كده، هقول لك على حاجه كويسه جدا. انت عندك مثلا القهوه، هتجيبي معلقه من القهوه مع معلقه من الزنجبيل مع معلقه برده قرفه، يعني على حسب الكميه، الكميه اللي بقول لك ديت على حسب بقى المنطقه اللي انت هتديني، ممكن تقللي ممكن تزودي انت وراحتك. هتحط عليهم شويه زيت زيتون وتقلبهم كويس جدا، هتخليهم عاملين زي الكريم كده، وبعد كده هتديني المناطق اللي انت عايزه تشيلي منها الترهلات. بالطريقه ديت هتشد معاكي الترهلات وهتقضي على السليلات خالص. يبقى انا كده يا جماعه عملت معاكم كوبايتين، طبعا اول كوبايه قلنا ان شاء الله هناخدها قبل الفطار، والكوبايه الثانيه باذن الله هناخدها قبل وجبه السحور بنص ساعه. طيب هنفترض ان انت مش هتقدري ان انت تاخدي الكوبايه ديت قبل الفطار، طيب ممكن تاخديها امتى؟ ممكن ان انت تاخديها بعد الفطار بنص ساعه، ممكن ان انت تشربي زي ما قلت لكم باذن الله، يعني بدل ما تحطي معلقه هتحطي معلقتين اتنين علشان هتاخدها بعد الفطار، تمام؟ اما لو انت تاخدها قبل الفطار كفايه تحطي معلقه واحده بس. والافضل كمان الناس اللي هي ما بتستخدمش يا جماعه خل تفاح او ما عندهاش خل تفاح، هتحطي ليمون، هتبقى كويسه جدا.